احنا الحمد لله يعني من كنا يعني مرتاحين في الفندق ويعني وفروا لنا كاع الراحه باش يعني باش ما يكون حتى شي مشكل وهادشي اللي كاين. بعد من ديسي دابا الماتش ما غاديش يتلعب وغادي نرجعوا للمغرب صافي هذيك تسنينا حتى اتخذ القرار وجينا. داكشي كيطرا يعني في البلدان الافريقيه يعني داكشي عادي ماشي يعني هو ما كان حتى شي مشكل بالنسبه لينا حنايا. الشعب حتى هو منين شافنا يعني كنا غاديين في الكار وهادي ما كان حتى شي مشكل ما امور كيطرا وسي نورمال. الماتش ما تقدرش يتلعب في حال هاد لي سيركونستانس صافي دوك هي هذيك اتخذ القرار ورجع المنتخب.